في الحقيقة الحلقات الرابعة من المسلسلات الكوميدية والاجتماعية في دراما رمضان كان فيها أحداث مشوقة، وخصوصا في مسلسل الكبير في نسخته الثامنة، ومسلسل بابا جيل الفنان أكرم حسني، ومسلسل إمبراطورية ميم للنجم الكبير خالد النبوي. تعالوا نشوف أهم أحداث حلقات يوم أمس. الحلقات الرابعة من المسلسلات الكوميدية والاجتماعية شهدت لقطات وأحداث مشوقة. نبدأ بالكبير قوي الجزء الثامن. الكبير أو أحمد مكي طلب المساعدة من جوني وهجرس أو محمد سلام خلال أحداث الحلقة في خطته بعد وصول النجمة أمينة خليل للمزاريطة وإقناعها بالزواج من نفادي أو حاتم صلاح، لكنها ما عرفتش أي شيء وجت المزاريطة لأنها هتكون مديرة المهرجان. وأنا عاشق سواد النني وإن النوس، أنا البلبوس ورمش عينيك ده هدومي واندومي باكلها لما اكون شبعان عشان هي ما بتشبعش. اسمحي لي بالرقصه دي. ايه ده؟ ده نتاج جواز الاقارب. في الحلقه الرابعه من مسلسل عتبات البهجه للنجم يحيى الفخراني، عرفان او صلاح عبد الله اصطحب بهجت للسوق معاه للتاكد من اسعار الادويه بالاعشاب اللي بيبيعها، وخلال وجودهم في السوق اكتشفوا ان البائع نصب على عرفان، وأثناء عملية النصب الكلاب في السوق جريت وراهم. الكلاب فكت عرفان، اخرج انت بقى. شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل بابا جيل النجم أكرم حسني بداية غير متوقعة، بعد ما انتهت الحلقة السابقة بمكالمة للطفل زياد بيهدده فيها بانكشاف أمره. وهنا راح هشام لبيت الطفل للحصول على رقم والده لإبلاغه بتورط ولاده في مشكلة. يخرب بيت جمالك، مش قلت لك خلال دقيقتين موبايلها هيبقى معانا؟ ده ياسر. جاي ليه؟ ياسر جاي معايا. اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. تشتري اي حاجة على طول كده؟ ازيك يا علي، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ جعانة. طب ما اتصلتيش ليه بالموبايل طلبت ديليفري؟ أيضا شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي لقاء جمع مروان أو نور النبوي بوالده مختار أبو المجد، وبلغه بأنه هو وإخواته ليهم مطالب وأن الوضع مش هيستمر بالطريقة دي، لكن مختار رفض مطالبهم. وشهدت الحلقة ظهور المخرج عمر زهران في شخصية المحامي ضياء اللي بيحاول مساعدة حالة شيحة أو مي في حل مشاكلها مع طليقها، وبيروح معاها للشركة اللي عاوزة تشتري بيتها علشان يحصل على حقوقها بالقانون. أي تلاعب بالقانون من خلالكم أو من خلال الأستاذ كريم الدالي طالقها مش هيحصل. طيب وعن فكرة إحنا عنينا مفتحة جدا جدا جدا. في الحلقة الرابعة من مسلسل كامل العدد بلاس ون بدأ الدكتور أحمد مختار أو شريف سلامة التفاعل مع زميلته الدكتورة ملك اللي بتحاول تقرب منه، وبيجمع مشهد مختار وملك وهم بيتبادلوا الحديث والهزار في العيادة. بعد كده بيرن تليفون شريف وبتبص ملك على التليفون، فبتلاقي ان اللي بيتصل بيه مراته ليلى او دينا الشربيني. بقولك ايه يا احمد، عايزه اقولك حاجه كده بس قبل ما ننزل. ايه يا حبيبتي قولي. بس الصراحه فريده اتكلمت معايا تاني في موضوع. لا لا، موضوع تاني فريده، لا من فضلك مش وقته. وشهدت الحلقه الرابعه من مسلسل صدفه بطوله ريهام حجاج احداث مشوقه. الضابط استجوب منار او ميار الغيطي بعد حادثه وقوعها من الشباك، وهنا الضابط فاجئها بشهاده البواب اللي قال انها بتتردد على الشقه باستمرار وان دي ما كانتش المره الاولى. انا اول مره اروح المكان ده مع بابا وقت ما حصل الحادثه. ايوه بتقول سيادتك اول مره اروح المكان ده مع بابا. غريبه، امال ايه البواب بيأكد ان دي مش اول مره يشوفك فيها وانك دايما بتترددي على الشقه دي؟ هو يا فندم الكلام الغريب ده؟ ده كلام البواب. بعد اذن سيادتك يا فندم، معلش ما اقدرش اسكت يعني. بعد اذن حضرتك الكلام ده ما يصحش ابدا. اقول دي بنت متربيه ومتزوجه، واخد بالك سيادتك؟ والمكان ده انا قلت لها تيجي علشان انا كنت هشوف الشقه دي علشان ابني. المهم يعني ثالثا الشقه دي بتاعت صديقي، وقلنا الكلام ده واكد على كلامي وامن على كلامنا احنا الاثنين.